رأيك ما إيه في الحكم اللي لغى 3 أهداف للزمالك؟ يعني ده حكم يمكن عنده، كان عنده قصور في بعض، في حالتين فيهم. طالما ضحكت كده يا كابتن تبقى ال بس انا عايز اقول حاجه، كونك انك تقدر تتهم حكم بان هو لا متهمش حد، احنا ولكن يعني هناك اخطاء لا تحكيميه، يمكن اتهم حد. خلينا هناك اخطاء تحكيميه، واعتقد الاتحاد الافريقي بيعاقب الحكام في الاتحاد الافريقي، اللي بيغلط بيتعاقب، واللي وفي ناس. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الحكم المغربي، حكم شهير مغربي، يمكن اسمي انا مش فاكره دلوقتي، لحرش عمل مشكله في مباراه وما احتسبش ركله جزاء، الاتحاد الافريقي بعده. الحكم اللي يعمل مشكله كابتن، اروح بقى من الافريقي للمصري، الحكم اللي يعمل مشكله في ماتش او لفريق ما تودهلوش تاني، ده من الافضل. بص طبعا يا كابتن سيف انا بتفق معاك حضرتك، ولكن لازم. لا انا مش عارف، انا بسأل حضرتك. لا طبعا انا بقول لحضرتك الحكم، يعني انا كوجيه احمد كان بيحكم لفرق لسين من الفرق، اخطأ مع الفرقه دي، واحنا اقرينا كلجنه حكام ان في خطأ تحكيمي حصل من الحكم وجيه. شيء طبيعي ان انا ما اقدرش استفز النادي وابعت له الحكم ده تاني في فتره زمنيه قريبه. بس ابعته له بعد كده، لازم يروح بعد كده. لازم يروح، اصل لو انا، اصل التحكيم المصري كابتن سيف او التحكيم في كل دول العالم هناك اخطاء تحكيميه، ولازم الناس تعرف ان الخطا التحكيمي وارد في كل دوريات العالم. لو حضرتك متابع كل دوريات العالم، ويعني انا يعني سعيد بحضرتك لانك انت متابع الفقره الرياضيه بصفه خاصه في الدوريات الاوروبيه، الحالات التحكيميه، شوف الدوري الاسباني في ماتش برشلونه واسبانيا، برشلونه وريال مدريد، الجول الثاني بتاع ريال مدريد بتاع برشلونه تسلل، ما حدش اتكلم ولا حد فتح بقه، والاسبان افضل حكام في العالم. يعني يا كابتن معنى الكلام ده ان انتوا قاعدين كده بتحطوا في لجنه التحكيم المصري حكام، ما بتجيش مثلا تقول بلاش ابعت ده المهندس محمود طاهر او مجلس اداره النادي الاهلي كان معترض عليه قبل كده عامل مشكله، او بلاش ابعت ده المستشار مرتضى منصور او مجلس اداره نادي الزمالك عامل مشكله؟ لا بيحصل يا كابتن سيف، احنا عندنا مثلا جه حكم ما عنده خطا مع فرقه، احنا بنكتب عندنا ان الحكم ده عنده مشكله مع النادي الفلاني، بنكتب عندنا بحيث ان احنا ما نقدرش نلعبه في فتره زمنيه قريبه للنادي ده. ليه؟ عشان ممكن في حالتين، لا اما اعمل ضغط عصبي على الحكم وعنده عقده الذنب بالقرار اللي خده قبل كده فيروح يبقى عنده يعني حاجات مؤثره على قراراته، لا اما الحكم ممكن تحصل له بعض القرارات الغير موفقه، النادي يقول لك ده معاند معايا، خسرني قبل كده وجاي خسرني تاني، فعشان كده لازم تبعد الحرج عن الحكم عشان يقدر الحكم يحكم بارتياحية افضل. رؤساء الأندية صندوق